اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من ديوانيه المراه. معانا النهارده في الديوانيه بعد 6 سنين من الجواز توفى باباهم. طبعا كانت بالنسبه لي صدمه، جات كده موضوع ما حد يعني ما كنتش حاسباه. حسيت طبعا بقلق، اعمل ايه مع الاولاد، انا لوحدي اربيهم ازاي؟ يعني بقيت افكر اعمل ازاي مع الاولاد وما حدش معايا والاتنين صغيرين. كان هاني تملي اقول فين بابا يا ماما، اقول لهم راح السما عند بابا يسوع. في بعض الاحيان حياتنا بتتعرض لصعاب او مشاكل قد تبدو عاديه جدا للشخص اللي بينظر من الخارج، لكن الشخص اللي بيمر في المشكله نفسها بيبقى هول المفاجاه وكان الارض اتسحبت من تحتيه فجاه. ايه حاجة من الحاجات اللي ممكن تكون بتسبب عدم التوازن ده في حياتي؟ انه ممكن احداث كتيرة تحصل في نفس الوقت وانتي مش متوقعة مش مستعدة لها. يعني انا افتكر ايام ما والدي توفى وكان بنتي عمرها 9 اشهر، انا بعد وفاة بابايا بسنة انفصلت عن جوزي ودخلت في الطلاق، وبعدين بعديها اخويا الكبير اللي كان بمثابات زي اب ليا هاجر كندا، اخويا الصغير دخل الجيش. فحسيت كل الاحداث دي تراكمت كان حد شد السجادة من تحت رجلي مره واحده. انا كان بالنسبه لي بابا بالنسبه لي كان كل حاجه، كنا صحاب قوي. في يوم وقت ما مات انا كان بالنسبه لي صدمه كبيره، ان كنت حاسه ان انا مش لاقيه الدعامه اللي انا اتعودت ان انا اتسند عليها في وقت اللي اكون فيه متضايقه، في وقت اللي اكون فيه تعبانه. فوقت ما ماما تعبت وكانت هي كمان في المراحل الأخيرة، أنا كان بالنسبة لي في الوقت ده الدنيا تبقى ضياع يعني. فكان بالنسبة لي يا رب لا ده ما يحصلش، يعني بابا وماشي ماما كويس إنها معايا، لكن ماما كمان أنا أعمل إيه لوحدي بعد كده؟ فكانت بالنسبة لي يعني صدمة مش كويسة يعني. لكن ربنا يعني طبعا في الوقت ده قبل ما يسمح إن ماما تموت كان بيتعامل معايا بالشكل اللي هو ينفع فيه اقدر اقبل الوضع، وفعلا يعني اللي حصل كان غير متوقع بالنسبه لي تماما. انا حاسه انه انا لا يعني اكتر موقف كان صعب علي لما انا تركت الجامعه. يعني انا كنت سنه تانية حقوق وتركت الجامعه، ناس كتير حست انه يعني عادي مثلك مثل اي حدا، خاصه يعني في كتير حوالي ناس صحابي كانوا نفس الشيء انه تركوا الجامعة. انا كمان لما تركت الجامعة كنت في الاول حاسة انه شيء عادي، لكن ابتديت احس اني الناس تعتبر انه عادي، لكن انا بالنسبة لي كان شيء كتير يعني صعب او مرحلة صعبة يعني عم عدي فيها. بحس فعلا انه الشخص اللي بيمر بالحاجة حجمها ومنظورها مختلف خالص عن الشخص اللي بيبص عليه من بره. يعني لو مثلا حد بيفقد بابا او مامته، الناس اللي بره بتقول لا هو اول ولا اخر واحد هيموت، او مثلا حد يفقد بيبي مثلا في الحمل او كده بيقولوا دي حاجة عادية. لكن اعتقد انه الضغط اللي بيبقى الشخص نفسه بيمر بيه بيبقى صعب جدا، انه لو محدش عدى في نفس الظروف ان هو يكون بيقدر يقدر الحاجة دي. بس تصدقي انا عندي كمان قصه معاكسه لهالشيء. يعني انا بابا وماما منفصلين، كل المجتمع بحس انه انا في مشكله بالموضوع، او يمكن انا بعاني، انا بيوحشني يكون عندي شعور انه يكون في عندي اب. لكن انا بالامانه فعلا انا الرب كان فعلا يعني محسسني اني انا مش محتاجه لاي شيء. لكن اكيد مش كل الناس مثلي، لا يعني انا بقول انه في مرات المجتمع بيفكر انه في مصيبة في العيلة ونحن نكون الرب معزينا ومدينا الأمان. نفس الوقت أنا لما تركت الجامعة الناس كانت معتبرة إنه هذا شيء عادي، ناس كتير ممكن تترك الجامعة، لكن أنا بالنسبة لي كان صعب كتير يعني. بس أكيد وقت الانفصال ده كان وقت صعب عليكي، يمكن الناس اللي من بره اللي كانت بتبص كانت حاسة إنه يعني في ناس كتير قوي بتنفصل، ف
الدنيا بتمشي والامور بتعدي، لكن اكيد كان وقت صعب حته الانفصال وان البيت يبقى بيتجزأ. يعني انا شاعره انه الرب كان بيعرف الافضل لنسرين انه هي تعيش بالطريقه اللي انا هلا عايشتها. انا شاعره برضا غير عادي، ده جواتي بامان، يعني حاسه انه هيك افضل. لو الرب قال لي انه خيرني فعلا وقال لي انه اختاري الطريق اللي انا امك وابوك يكونوا فيه مع بعض، او مثل ما هو هلا اوريدي موجود، انا حاختار الطريق اللي هلا هو موجود. فتعالوا نروح ونشوف الحكايه بتاعت منيره مع بعض. انا اسمي منيره بشرى، من قريه في الصعيد. عندنا في الصعيد بيجوزوا صغيرين. اتجوزت كان عندي 18 سنة وجيت هنا القاهرة في الصباحية. طبعا حاجة جديدة بالنسبة لي، كنت خايفة ومرعوبة وعاوزة ارجع تاني البلد، وقعدت اعيط كتير. يوم بعد يوم اتعرفت بواحدة اسمها الأخت مريم وأم عماد، يعني هم دول صراحة اللي نسوني البلد والأهلي. بقت تيجي وتصلي معايا، تقرا الانجيل وناخد فرصه صلاه. بدات ان انا يعني لقيت فيه امان، في ناس استريحت لها، بدات ان انا اخد عليهم وبقيت كويسه معاهم وخدت على المكان وخلفت الاولاد مريم وهاني. بعد 6 سنين من الجواز توفى باباهم. كان عندي ساعة لما بابا مات كان عندي 4 سنين ونص، لكن كنت واعية على بابا، يعني كنت فاكرة انه كان بيشيلنا واحنا صغيرين ويجيب لنا حاجات حلوة وكده، وكنت برضو واعية لما هو مات، وكنت فاكرة كمان اليوم الميتة بتاعه. طبعا كانت بالنسبة لي صدمة، جات كده موضوع ما حد يعني ما كنتش حاسباه. حسيت طبعا بقلق، اعمل ايه مع الاولاد؟ انا لوحدي اربيهم ازاي؟ يعني بقيت افكر اعمل ازاي مع الاولاد وما حدش معايا والاثنين صغيرين. كان هاني تملي يقول فين بابا يا ماما، اقول لهم راح السما عند بابا يسوع. جدهم وعمامهم كانوا حبوا عاوزيننا نسافر البلد نقعد في الصعيد، وبعدين انا رفضت ان انا اقعد بيهم في الصعيد، لان لو خدتهم في الصعيد مش هيتعلموا ولا يعرفوا ربنا كمان. راح لعمي وقال له انه تروح البنت اخوك تجيبها من هناك هي والولاد. قال له عمي لا، هي خليها تعيش حياتها مع اولادها وتربيهم وتعلمهم. جدهم طبعا بقى متضايق مننا واعمامهم، حتى حرمهم من الوراث بتاعهم، ما رضيش يديهم حاجه. وبعدين حب عمهم كان عاوز يتجوزني، انا رفضت. وفي ناس تاني برضو جات، قلت انا يعني اتجوزت الولاد خلاص، انا بقيت دلوقتي للولاد بس، ما فكرش ان انا ابص لاي راجل تاني، كفايه عليا مريم وهاني. هو كان طالع له معاش، بس معاش يعني قليل قوي، وكان في مشغل عندنا هنا، هو كان في خياطه وتطريز وتركوه. بس انا اتعلمت التطريز ده اللي هو المفارش، واحده المانيه اللي كانت فاتحه المشغل، ابتديت ان انا اعمل المفارش ديت. جت يوم من الايام قفلت، وبقينا متضايقين صراحة خالص أنا ومريم. وبعد كده يعني بقيت أقول لمريم هو ربنا مش هيسيبنا يا مريم، حتى لو هي قفلت ربنا هيفتح باب تاني، يعني مش هيسيبنا. بس بعديها عدت فترة قليلة، يعني ظهرت واحدة تاني جابت لنا شغل، وإحنا شغالين معاها يعني دلوقتي. من ابتدائي انا كنت كمان بعرف اعمل حاجات وبعرف اعمل تريكو وحاجات، بس ما كنتش بشتغل، كنت بقعد يعني اعمل حاجات بسيطه كده مع ماما في فتره الاجازه. ابتديت في سن اعدادي اتعلم المفارش الفنانين اللي بتسافر بره،
وابتديت شوية شوية أكبر، وست عرفتني في الشغل وخدتني. كنت أنا برسم بصمم المفرش نفسه كتصميم، وبعدين أبتدي خياطه بالشغل الإبرة، فتعلمت وبقى عندي دخل كمان منه يعني. ولحد دلوقتي ما زلت ان انا دخل ثابت بالنسبة لي يعني. طبعا انا عانيت فيه كتير وتعبت فيه كتير، وكنت بسهر يمكن الواحدة واتنين بالليل عشان ادبر لهم مصاريفهم. من كتر شغل المفارش انا تعبت وعناية تعبتني، حتى يعني بقيت من الميلة رقبتي بظهري كانوا بيوجعوني، يعني زي دور برد. وتعبت بقيت اتعالج من دور البرد. مريم وهاني قالوا لي اوديك للدكتور اكشفي، الدكتور كشف قال لهم ده هي عندها القلب، جاني القلب وانا عندي 34 سنة وبتعالج لغاية دلوقتي من القلب. ماما كانت محوطانة بالرعاية وبالحب، وإنها تكون راجل أحيانا، تكون صارمة معانا، تكون حنينة معانا، يعني كل حاجة تلبينا طلباتنا، ساعات تانية ما تقدرش تلبيها يعني. وكنا احنا بنتفهم يعني إنه اللي موجود نقدر نعيش بيه نقدر نعيش بيه، اللي مش تحت إيدنا ما احنا كنا اتعلمنا منها ان احنا ما نطلبوش يعني. مرت علي ايام كتير طلبوا مني حاجات في المدرسة، وكانت صعب علي ان انا اجيبها بصراحة. حتى ساعتها بعت لجدهم وما رضيش يبعت لي ساعتها فلوس. مريم بنتي لما جت تتجوز بقيت قلقانة، واقول له يا رب دبر انت، دبر الظروف انت، ايه خلي ايدك في ايديا ما تسيبنيش. قعدت اشتغل بصراحة شغل كتير قوي عشان اجهز مريم جهاز حلو خالص تشرفني. طبعا كنت حاسه ايد سنداني يعني، هو كان سندي الوحيد. من الشغل بدات احوش طبعا، وبدأت أعمل أحط في البنك قرش يجي أروح أحطها في البنك. تحوشت الفلوس. فكر هاني قال لي يا ماما ناخده محل في حتة كده برضو يبقى فيه دخل تاني. فعلا رحنا خدنا المحل ده اللي هو في أوسيم، واتفتح لنا يعني مصدر رزق تاني. لما بصلي اقول له يا ربي انا مسلمهم لك من البدايه للنهايه، ما فيش يعني كل صلوه لازم اقولها لغايه النهارده، اقول له دول اولادك وانا مسلمهم لك من البدايه للنهايه، وحافظ عليهم فعلا واشكر ربنا. كنت بسمعها وهي دايما الصبح تصلي، يعني كل يوم كنت تصلي الصبح من الفجر كده وبالليل قبل ما تنام، فكانت تقول يعني يا رب مريم وهاني دول اولادك وفي ايدك، انا مش هقدر احافظ عليهم زي ما انت هتحافظ عليهم. فضلت تربينا وكافحت عشاننا كتير لحد ما هاني بقي شغله كويس جدا وليه مركز كويس قوي في شغله، وانا دلوقتي في بيتي وسعيده مع جوزي ده برضه بفضلها، وربنا مدينا حاجات حلوه كتير. فنفسي يعني ربنا يعني يديني واحاول اسعدها على قد ما اقدر طول ما انا عايشه. أقول لكل واحدة بتمر بظروفي إنه تمسك في ربنا، وهو ربنا مش هيسيبها خالص، وهيقف معاها وهيعينها ويساعدها ويديها كل رغبتها. نبين من اللي كنت بتحكيه، أنت قلتي إنه باباكي توفى الأول وبعدين مامتك، فنفسي قوي إن أنت تحكي لنا عن الصعاب اللي واجهتك بعد كده. طبعا كانت في حاجات كتيرة قوي يعني كانت صعاب واجهتني. أولا كنت حاسة إن أنا ممكن يعني كنت دايما بفكر هعيش إزاي لوحدي بعد كده، إيه اللي ممكن هقابله من صعاب، طيب أتصرف إزاي في حياتي، طب مين يوجهني. بقيت حاسة إن أنا المسؤولة عن نفسي، كان عندي معاش اللي انا ممكن اقدر اتعايش منه. فكرت في حاجات كتيره طبعا ممكن اعملها، وكمان المجتمع حواليا كان يعني بيحط عليا حاجات معينه لازم اعملها، زي مثلا ممكن اتجوز،
وفي الفترة دي كان أشخاص كتير جدا، يعني خاصة بعد وفاة ماما بأسبوعين يمكن، كنا لسه في الوضع والأمور، يعني مكانتش لسه الدنيا مستقرة. بدت ناس تيجي وناس عمالة تجيب لي فرسان وناس عمالة تتكلم، لأنه حاسين إن هو ده الحل بتاعي اللي ممكن يعني يكون بيحل الأزمة، يحل الأزمة اللي أنا فيها. فغير يعني أكتر حاجة ممكن تحصل إن أنا أتجوز أي واحد ممكن يصرف عليا، يعيشني، يبقى ليا حياتي، حد يبقى مسؤول عني. وكنت ممكن في الوقت ده، يعني وقتها فكرت أكتر من مرة إن أنا أوافق بأي حد من الناس دي اللي بتتقدم لي، بس يعني أنا كان جوايا هدف تاني، وإن مش أي حد ممكن ينفع في الوقت ده، ومش مجرد إن أنا علشان أحل الأزمة اللي أنا فيها فممكن أتجوز أي حد أو أدخل في أي حاجة علشان خاطر عشان خاطر أكون بحل مشكلتي أو أحس إن ألاقي حد ممكن أعيش معاه أو كده. فطبعا يعني فكرت، أخدت وقت في التفكير جامد جدا عشان أخد القرار إن أنا لا، أنا مش هعمل كده، وإن ربنا، أنا عارفة إن ربنا مش هيسيبني. وقعدت فترة كبيرة، ربنا كمان لقيته عمال بيعلمني حاجات كتيرة، ويعلمني ازاي اتحمل مسؤولية، وازاي اكون بتحرك انا لوحدي، وازاي في هيئات حكومية ممكن اتحرك واعمل حاجات، وازاي حاجات كتيرة قوي لازم اكون كنت بتحرك فيها كنت لوحدي قبل كده ممكن ما اقدرش اعملها. انا كنت حاسة انه وهي عم تحكي عم بتذكر ماما لما كانت تحكي لنا، يعني نحن ما وعينا كتير للأزمة بالضبط يعني، لكن لما ماما وبابا انفصلوا هي اللي تعبت، يعني تعبت جدا لانه هي كانت صغيره وكان معاها ولدين، فاكيد كان وقت كتير صعب عليها. كانت تحكي لي انه هي كانت تحت المطر تلف على البيوت حتى تستاجر، يقولوا لها لا ولدين لا، يعني نو مستحيل نقبل ناجر ست مع ولدين، الولدين هذول يعني مصيبه، فاكيد يعني صعب. اكيد كانت بتشركوا في المشاكل دي لما كبرتوا شوية ولا لا، ولا كانت بتحتفظ بده ليها؟ يعني هل شاركتكوا بالمصاعب اللي هي كانت بتفوت فيها بعد كده لما وعيتوا ولا لا؟ هي كانت ماما موظفة في بنك، فكانت بعد ما ترجع لازم تشتغل شغل تاني حتى تقدر تدبر أمور البيت وتاخد بيت. ما معانت كتير حلمة إنه يكون عندها بيت ملك، وفعلا لما سكناه كان تماما ما في الا يعني تنكه عليها التلفزيون، ويعني مثل فرشه محطوطه على الارض رحنا فيها تنقلنا، فكان لازم هي تجيب فلوس يعني مصاري للشقه. بتذكر انه هي كانت تشتغل آلي كاتبه بالليل، لدرجه انه كنا نزعق لها نصرخ بوشها نقول لها ماما تعبنا طول الليل وانت قاعده عم تدقي يعني على الآلي الكاتبه، ونحن ثاني يوم عندنا مدرسه بدنا نروح. بس هي كانت يعني كانت تفهمنا انه انا مضطرة اعمل هيك لانه انا محتاجة مصاري وما كان في حدا ممكن يوقف جنبها. انا بالنسبة لمشاركتي مع بنتي وهي صغيرة، طبعا قلت لها على الحقيقة فيما يخص وضع الاجتماعي علاقتي مع باباها، لكن بصورة مختصرة قوي عشان مش عايزة ادخلها في الصراع النفسي كطفلة صغيرة. حتى الضيقات المالية اللي كنت بجوز فيها وكانت ضيقات كبيرة جدا، ما اشركتهاش الا من السطح، يعني امور بسيطه، علشان ما كنتش حابه ان هي تدخل في الصراع اللي انا كنت فيه وتقع تحت الحمل دهوت وانه يكلكع شخصيتها اكتر. لكن كانت كل ما بتكبر كانت نسبه المشاركه بتزيد. دي كانت بتفيد، لان كانت بتفهم اكتر بتقدر اكتر. لو محتاجه لحاجه وانا ما عنديش فلوس كانت بتاجلها، ما كانتش بتزعل او بتحس ان انا عندي فلوس وبخلانه عليها، لا ده انا عشان ايدي مش طايله فمش قادره ادلها. كنت دايما اقولها على قد الحفنه نمد رجلينا حبيبتي، فابتدت هي تفهم وبالتالي ابتدت تتصرف بحكمه في الفلوس اللي كانت بتجيلها او في مصروفها، ابتدت تحوش لان عرفت. ففي قيم اتزرعت فيها جميله جدا من خلال المشاركة. ما كانتش مشاركة على الآخر، لكن كانت المشاركة دي بتزيد مع نضوجها. بالظبط. أنا بحس إنه الطفل اللي عنده أم أو أب بالطريقة دي بيبقى طفل محظوظ جدا، لأنه ده يعني بيطلع طفل حاسس بالمسؤولية من بدري، وزي ما هي فعلا كده بنتي حاسة بالمسؤولية جدا، فبيقدر يكبر يبقى عارف إزاي يشيل، مش بس حكاية قيمة الفلوس أو غيرها، لكن ان هو بيبقى قادر ان هو يشيل وقادر ان هو يقدر تعب الاخرين. مش كل حاجه
انا عايزها تجيلي. يعني مثلا انا متذكره انه لما كنت اشوف صحابي عندهم اشياء مثلا كنت اطلبها منهم ما كنت اقدر ابدا، هي اللي بتقلي لا، يعني ليه لا؟ طب ظروف مامة صاحبتي نفس ظروفك وهي نفس هي. او انا ما كنت افهم، يعني هي عندها ام وانا عندي ام، هاي هي ظروف اللي هذا كان اللي بقدر قدره. فاكيد كنت حط ضغط ساعات على ماما، وساعات كنت حس انه مثل ما انت قلتي رندا، لا ساعات بحس اني انا متميزه انه ماما قالت لي فانا فهمت. يعني نسرين، طيب من اللي انت بتقوليه لو انت رجعتي في ذاكرتك لورا للوقت اللي انت بتقولي ماما كانت بتقول لي لا على حاجات وانت ما كنتيش مقدره، ايه اللي انت كنت بتحسي بيه وقتها؟ هل انت كنت بتحسي ان هي عندها حق ولا لا؟ يعني للاسف انه وقتها بهذاك الوقت يعني سن، كل اللي كنت فكر فيه هو نفسي، هو انا طلبي لازم يتنفذ ويتجاب ويعني يجي من غض النظر عن ظروف ماما كيف كانت عاملة، لأنه كنت أنا فعلا أنانية تماما. لكن أكيد هلأ أنا بعد ما كبرت وقادرة أشوف ماما قديش تعبت، أنا ندمانة على كل لحظة أنا فكرت فيها بنفسي مش بماما. أنت بتقولي كده بيجي في بالي برضو في أهالي بقى بيعملوا العكس، انه ما بيقولوش لا لحاجه او مش بيشركوا الولاد في المشاكل، فالطفل بيطلع اناني بالطريقه اللي انت بتحكي بيها دي، ويكبر وهو مش حاسس انه في بني ادمين تانيين حواليه. يعني يدوس تلاقي الطفل ده يوصل للمراهقه ويوصل للعشرينات وكده، حتى بعد ما بيخلص تعليمه وبيشتغل بيبقى احساسه بعدم المسؤوليه واحساسه ان هو اللي عايز، يعني اللي عايزه لازم يلاقيه، ولازم اللي حواليه زي ما اهله عودوه ان هم يجيبوا له كل حاجه، بيبقى حاسس ان هو المفروض كل اللي حواليه ينفذوا له طلباته، يعني اللي هو عايزه المفروض يحصل. دي بتبقى يعني حاجه متعبه، فبيفضل كده على طول بتطلع شخصيه انانيه ما عندهاش تقدير للمسؤوليه ولا تحمل ايضا للمسؤوليه، وممكن تنهار تحت اي ضغط. انا بحس كمان انه الشخص اللي بيكبر كده لما بيبقى حد بيقول له لا وهو ما تعودش ان هو يتقال له لا، بيبقى كل همه وهدفه ان هو لا بتاعتك دي انا هغيرها لك تبقى اه، فبيبقى كانه واحد بيخبط راسه في حيطه وهو بيتاذي واللي حواليه كمان بيتاذوا. يعني فالشخصيه بتبقى فعلا العيشه معاها صعب قوي قوي. طيب خلينا نروح نشوف الاغنيه دي مع بعض ونرجع نتقابل تاني. تحيي اللي مات.
هفضل أسير عندك يا حنون. تملي صابر للهدف الكبير، وتغير الأزمنة وتغير الأوقات، وترد النفوس وتحيي اللي مات. وتغير الأزمنة وتغير thank you.